خلينا نبتدي مع بعض زي ما احنا متعودين بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، وأبرزها تأكيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في التعدين. وأيضا رئيس الوزراء استعرض مقترحات الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية بعد الإخلاء. كمان معانا خبر خاص برئيس الوزراء اللي اكد ان المدارس الفنيه والحرفيه بتمد سوق العمل بالعماله المدربه وتصديرها للاسواق الخارجيه، ورئيس الوزراء التقى ايضا بوزير البريد والمواصلات السلكيه واللاسلكيه في الجزائر. خلونا نعرف اخبار اخرى، ماذا حدث بالامس من اخبار من خلال هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رؤساء وممثلي عدد من شركات التعدين الإيطالية، وهي شركات بيرتون ومينيرالي إندستريالي وشركة بي أس أم. الرئيس أكد تقدير مصر لعلاقتها التاريخية الراسخة مع إيطاليا والحرص على تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وأشار في هذا الصدد إلى اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في قطاع التعدين والصناعة التحويلية، وده بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة وتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات المصرية في هذه الصناعات الأكثر تطوراً. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بشأن استعراض عدد من المقترحات الخاصة بسبل الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية اللي تم إخلاءها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في ضوء إخلاء المباني والمقار الحكومية مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هنبدأ في تنفيذ خطة الاستغلال الأمثل للمقار اللي تم إخلاءها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص، وأشار مدبولي إلى الاهتمام اللي بتوليه الدولة للمدارس الفنية والحرفية لكونها عنصر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة المدربة، وإن التوجه الحالي هو أن يكون هناك شراكة فيها مع القطاع الخاص. امبارح التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المهندس كريم بيبي تريكي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في جمهورية الجزائر، وده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشاد رئيس الوزراء بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الجزائري في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، واللي بتشمل تبادل الخبرات فيما يخص إعادة هيكلة القطاع وإصلاحه والتشاور فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتشريعية الخاصة بالقطاع، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، وده ضمن مجموعة أخرى من مجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة جهود دفع الحركة السياحية في كل من طابة ونويبع، وأكد مدبولي أنه هيقوم بصحبة الوزراء المعنيين والمحافظين بزيارة ميدانية قريباً لمدينتي طابة ونويبع للتعرف على أرض الواقع على المشكلات اللي بتواجه المدينتين ومتابعة موقف الفنادق المتعثرة، وده بهدف إعادة إحياء هذه الثروة العقارية السياحية. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وده بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو. المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتطبيقات مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني واكتشاف الشباب الموهوبين على مستوى الجامعات المصرية، نظمت الكلية الفنية العسكرية مسابقة الذكاء الاصطناعي الأولى ومسابقة الأمن السيبراني الأولى ضمن فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السابعة جائزة الفريق إبراهيم سليم في الفترة من 15 وحتى 20/7/2023. طيب خلونا نسيب القاهرة وصخب القاهرة ونروح لجولة المحافظات اللي شهدت هي أيضا في حياة الأمر مجموعة كبيرة من الأحداث اللي حصلت امبارح، ويمكن أبرزها تنظيم ملتقى توظيفي في محافظة أسوان ده لتوفير 391 فرصة عمل في 11 شركة. خلونا نروح كمان من أسوان لمحافظة الإسكندرية، لأن قلعة قايتباي أعلنت عن شراء تذاكر الدخول بالبطاقات البنكية فقط، واعتقد ان ده منا بدايه حقيقيه للتحول الرقمي بقى، خلاص العالم كله اصلا ما فيش حد بيروح يشتري كاش، فلوس خلاص. ده حقيقي.
ده حقيقي. طيب خلينا نروح بقى كمان للمنوفية وافتتاح المقر الجديد لفرع توثيق ضواحي شبين الكوم في محافظة المنوفية، وكمان تمويل 52 مشروع بتكلفة 3,800,000 جنيه خلال مايو ويونيو في الوادي الجديد. خلينا نتابع باقي الأخبار في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها أن مديرية العمل في محافظة أسوان أعلنت عن تنظيم ملتقى التوظيف بنادي أسوان الرياضي اليوم الأربع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً لتوفير فرص عمل للشباب بمحافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة، بواقع 391 فرصة عمل موزعة على 11 شركة تشمل العديد من الأنشطة. قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية أعلنت أنه تم تطبيق قرار شراء تذاكر الدخول للقلعة باستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر، ولا يوجد إمكانية الدفع النقدي. كما تشهد قلعة قايتباي مشروع الترميم اللي بيتضمن صيانة جميع أحجار القلعة بالأسوار الخارجية والأسوار الداخلية والبرج الرئيسي بطوابقه الثلاثة وسطح البرج الرئيسي بما فيه ساري العلم، مع ترميم كافة الروابط الخشبية بالقلعة وعمل اللاندسكيب لصحن القلعة وتنسيق الحدائق. محافظة المنوفية شهدت افتتاح المقر الجديد لفرع توثيق ضواحي شبين الكوم التابع لمصلحة الشهر العقاري، تزامناً مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي 117، وتزامناً مع تنفيذ خطة وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري وتطويرها بكافة التجهيزات والإمكانيات الحديثة والمدعمة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة لتوفير وتلبية احتياجات المواطنين فيما يخص هذا القطاع الحيوي، وحيث يشتمل الفرع على مكاتب إدارية وتوثيق لتقديم خدمات متنوعة من خلال 12 شباك. محافظة الوادي الجديد أكدت أن إجمالي عدد المشروعات اللي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية مشروعك خلال مايو يونيو الجاري بلغ 52 مشروع مختلف النشاط بتكلفة 3.8 مليون جنيه وفرت 104 فرص عمل لأبناء المحافظة، وبيبلغ إجمالي عدد المشروعات اللي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن 6,851 مشروع بقيمة 580 مليون جنيه وفرت 13,975 فرصة عمل. شهدت محافظة شمال سيناء افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات بمقر نادي قادرون باختلاف في العريش، وتم تجهيز المركز بأحدث الأدوات والأجهزة لتقديم جلسات وخدمات تنمية المهارات لذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد وتأخر الكلام ومشاكل النطق واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وأيضاً صعوبات التعلم وتعديل السلوك، فضلاً عن تزويده بغرف تنمية مهارات وتكامل حسي وتنمية تخاطب. جامعة بني سويف افتتحت معرض بيع منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية بالتعاون مع مركز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللي بيقام لبيع منتجات اللحوم والدواجن وبعض من السلع الأساسية بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مديرية الصحة بالدقهلية نظمت قافلة طبية علاجية في قرية الحفير مركز بلقاس، وتم توقيع الكشف على 1766 مريض، ضمت 11 عيادة منهم 5 عيادات متنقلة و6 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة إكس راي. محافظة أسيوط أعلنت طرح كافة المراسي التابعة للمحافظة للإيجار عن طريق المزاد العلني لتعظيم الاستفادة منها وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة من مرسى الهابي دولفين التابع لمشروع العبارات النهرية ومرسى الداون تاون التابع للهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، وده ضمن خطة المحافظة وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. محافظة البحيرة شهدت افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدية بالأسعار المخفضة بأرض المعارض بدمنهور، وبتنظمه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وبيستمر حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، وشهد المنفذ إقبال متزايد من المواطنين في أول أيامه لشراء متطلباتهم من اللحوم، وبيباع كيلو اللحم البلدي داخل المنفذ بسعر 220 جنيه للكيلو.